أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الجيش الوطني السوري يصد محاولة تسلل لقسد على محور كباشين قرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي ويوقع قتلى وجرحى منهم. قوات سوريا الديمقراطية تشن حملة مداهمات واعتقالات في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي. مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب قرب جبل كوكب بريف الحسك الشرقي. نائبة المبعوث الأممي الخاص لسوريا نجاة رشدي تدعو أعضاء مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية مواصلة دعمهم للشعب السوري بسبب تفاقم عدد المحتاجين للمساعدات في البلاد. وزارة الداخلية في حكومة النظام تحصي وقوع أكثر من 7000 حادث سير في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام خلال عام 2022، توفي خلالها 308 أشخاص. رئيس النظام بشار الأسد يقول إن المضي بالحوارات مع تركيا لن تسير للأمام إلا إذا كان هدفها إنهاء وجود أنقرة في سوريا ووقف دعمها لما وصفه بالإرهاب.